الأرقام اللي ما كتصلح لوالو. الأرقام اللي ما كتصلح لوالو. 50% ديال العيالات كتعصبهم واحد الحاجة، في نظركم أشنا هي الحاجة اللي كتعصب 50% ديال العيالات؟ ديزا الفهامات، خوت الفهامات، زعما شي واحد يكون كيفهم عيال بزاف. عمي المكالمات الهاتفية اللي كتجي وملي كتبغي تقول ألو كيتقطع. خالتي شي مرات داك الراجل ديالها كي خوت الفهامات ديالو كيعرض على شي ناس بلا ما يقولوا لها. لا دابا 50% ديال العيالات كتعصبهم بان راجلهم كيبدا لا تيقول لها راجلين عندنا فلان وبنانا لا ديرني غير مينوت. واخا جنات مرحبا بك. الو مرحبا بك على شادي فام. 50% ديال العيالات كتعصبهم واحد الحاجه، في نظرك شنو هي جنات؟ عارفه ثلاثه ديال الحوايج. لا احنا شنو هي انت بالي انت بالي كتعصب. انا تيعصبني اول حاجه تتعصبني يا ملي تكون تنتفرج في الربيب تيجي عمي كيتفك الكاس كيبغي يتفرج تعاوني ولا كيبغي يتفرج ليا في القرعه ديك اللي تنشد القرعه ديال جوج تنضربو بها. قول لي طيعتك الغمه. زيد انا من تنفيق 6 الصباح وتنشد الطابلي تنتفرج في الربيب تر 3 العشيه تنتفرج ماما عايده وتعيد الناصري مولي عابي الا تزوج يشد لي الراجل في ليا التلفاز نضربو بالتليكوموند. هذه الحاجه تعصبني فيه في الرجال كامل كرهت بوك راه خويا هو عمي كرهته ملي كيكون تنتفرج مع السبع شي تيتفرج التلفاز عليا تيبدا يعاوني ولا ربيع. جنات جنات دوزتي التاس ديال كورونا؟ دوزتو ما فيك سخانه ولا شي حاجه؟ لا حيت السؤال ديالي ما جاوبتيش عليه. لا علاقه مشيتي ديال الربيب وانا كنقول لك 50% العيالات في العالم كتعصبهم واحد الحاجه شنو هي؟ وهي كتعيط على التليكوموند. قوة الفهامه. قوة الفهامه ديال من؟ ديال الراجل. ديال الراجل يفهم عليك ويضغط عليك بزاف. غنخليك مازال تفكري في جواب واحد اخر. تقرزيز ولا التقريم ماشي من الراجل زعما من الراجل ولا من شي واحد يكون مسكران. انتوما كتهضروا اغلبيه خالتي وجنات تهضروا على الرجاله بزاف. عمي نعاود واحد اخر ياك نكته. الله يا ربي اللي كيعصبهم هو الصبان ديال الحوايج. الصبان ديال الحوايج واخا جواب بامال عليه ولكن ماشي هو هذا منطقي وماشي هو هذا. خالتي نعيمه الياس ملي كيتجمعوا الماعن وما كتكونش عندها لا ماشين لا فيسيل ولا فيسيل عند شي ناس ماشي عند كلشي ماشي كلشي هذاك اللي تغديت معاه. لا جنات 50% ديال العائلات كتعصبهم واحد الحاجه شناهي؟ إلا مشيتي عند الخياط وما صايبلكش التكسيطان مزيان هذيك هي تتعصب. إذا نقدروا نقولوا بأن في الجواب الصحيح خالتي وجنات تقريبا عندهم جواب صحيح لأنهم هضروا على الرجال. 50% ديال العيالات في العالم اللي كيعصبهم هما الرجال أكثر من ولادهم. وي لا لا فوالا واش هذا الشيء بصح؟ ايوا انا عندي راجل بعدا باش يعصبني انا غيجي ويعصبني ونتفاهموا داك الساعه. جنات واش كاينه هذه القضيه ديال الرجاله العيالات كيعصبوهم الرجاله بزاف رجالتهم؟ والله حتى كاينه خويا عيمه بالله وبالزريف انت غير لمرتك العاوني ولا الربيب وشوف اش دير. اذا كتكونفيرمي لي التيست بي سي ار خرج شويه بوزيتيف على ما نظن. الهلواسه هادشي هادي راه اكبر فان ديالكم ديال جنات. وشنو كيعصبك في راجلك؟ شنو كيعصبك في راجلك؟ تيجي منه متى تلقى الربيب تيطفي لا حول ولا قوة. جنات واش عندكم الربيب نتوما حياتكم كاملة نتوما كتفرجوا في الربيب؟ انا مولوعة بالربيب. شوف ما تنهضش ليا في الدقيقة ديالي كنقول خويا الله يعطيك الغمة كنقول هادي كنقول خويا ولا لاباس اللي راجلك تيعصبك غير ملي كيزابي ملي كيكون الربيب لاباس؟ انا تنقول لك اخويا عماد تنحمق على نعيمه الياس وتنحمق على افلامها وتنقطع عليها ومكرت نبوس ليها راسها ونقولها هوائيه هوائيه ما بقاش البوس عندها دابا هوائي. نهضر معاك ماما قالت ماما جات الربيب طابلات اللي راه مشات بعيد. جنات انا بغيتكم ديروا واحد القضيه هذا ديروا واحد الفيديو في يوتيوب ديروا اكبر فان ديال الربيب